الابعاد من مدافعين الاولمبي اللي ترجع مره اخرى لصالح الاولمبي في عند طارق بشاره. طارق بشاره مع عبد الله بلعم. طارق بشاره ولكن هناك افتكاك كره طيبه لعامر. فرصه التسديد، التسديد فرصه حلوه حلوه التسديده ولكن كره مرت بجوار القائم الايمن. كره العكشي، تسديده طاهر بن عامر. العكشي كاد ان يغالط الحارس. جمع برقيقه عند علي يوسف، هذا هو علي يوسف. طويله الان لصالح الاهلي، فرصه الان لداخل منطقه الجزاء، فرصه الاهلي، فرصه سيئه في اون جول ولكن قريبه جدا. هذه هي اللقطه الاخيره، تسديده افيونغ النيجيري مرت بجوار القائم الايمن للحارس اسامه المندلسي. هذا البرعصي، محمد البرعصي يلعب كره طويله داخل منطقه الجزاء، فرصه الاهلي لصالح الاولمبي ولكن الكره تمر لترجع من جديد للاولمبي. الابعاد من بلعم لترجع مره اخرى لصالح الاولمبي. اولمبي في الهجوم، كره عرضيه ولكن تمر. محمد البرعصي يلعب كره طويله في اتجاه فخزي العمدوني، فرصه الاهلي الاولمبي ولكن علي يوسف. كره عند برقيقه، جمع برقيقه يلعب كره داخل منطقه الجزاء، فرصه للاهلي ولكن هناك بالفعل هناك خطا لصالح فريق الاهلي. كره عند اكرم السوي، اكرم السوي يلعب كره وركز، فرصه فرصه للاهلي. الاهلي كاد ان يفتتح باب التسجيل ولكن الكرة بكل استماته في المرة الأولى من ملدسي ويأكد بعادها اللاعب مؤيد القمودي. نقلات لصالح الأهلي، كرة عند الجهة اليسرى انطلاقة جمعة برقيقة. برقيقة يلعب كرة عرضية ورأسية، رأسية مرة أولى والثانية. كاد الأهلي، كاد الأهلي أن يفتتح باب التسجيل ولكن في مرة أولى من راسية النيجيري بعد عرضية مثالية بصراحة. ممتاز لكروس غير عادي من جمعة برقيقة ولكن راسية النيجيري صدها الحارس أسامة الملدنسي. هجمة الآن في الجهة اليسرى انطلاقة، فرصة لصالح الأهلي داخل منطقة الجزاء. كنترول مرة أولى بعقيلة، مرة ثانية فرصة تسديد، تسديد فرصة ولكن هناك راية، هناك راية على جمعة برقيقة، هناك راية حسب تقدير المساعد الثاني منجي أبو شكيوة وصافرة الحكم عبد الواحد حرويدة. إذن ننتظر القرار الأخير من حكم اللقاء الحكم عبد الواحد حرويدة والحوار مع تنف اللعب والتأكد من الحالة الأخيرة. هدف جمعة برقيقة بعد ما احتسب الحكم طبعا الهدف تسلل ولكن التأكد أكيد من الفيديو من حكم حكام الفار في غرفة الفار أحمد الشملاني وإبراهيم أبو كوس. التعادل بدون أهداف متابعينا الكرام في حال طبعا الانتهاء المباراة بالتعادل سيضيف كل فريق نقطة في رصيده، سيصبح الأولمبي أربعة والأهلي يضيف النقطة الثانية ولكن لا نريد أن نسبق الأحداث وأكيد سننتظر قرار الحكم عبد الواحد حرويدة القرار الأخير لحكم المباراة. فريق الأولمبي إذن متابعينا الكرام متابعي الليبيا الرياضية، هدف ثاني أو هدف أول لصالح الأهلي، هدف أول لصالح الأهلي، هدف أول لصالح الأهلي عن طريق جمعة برقيقة.
بعد تصديق على الـ على الـ على الهدف. هذه هي اللقطة، هذه هي اللقطة أمامكم متابعينا الكرام. جمعة أبو رقيقة استناف اللاعب نضال سعيد، يلعب كرة لتعود مرة أخرى لصالح الأولمبي. هشام الأجنف نقلات لصالح الأهلي ولكن بدون عنوان. إذن متابعينا الكرام الأهلي متفوق على الأولمبي. القمودي، مؤيد القمودي يلعب كرة قريبة جدا من مؤيد ولكن مرت من فوق مرمى الحارس أحمد عساكا لترجع إلى ركلة مرمى لصالح فريق الأهلي ولصالح الحارس أحمد عساكا. هذه اللقطة الأخيرة، تسديدة كانت فوق مرمى الحارس أحمد عساكا حارس مرمى فريق الأهلي. كرة طويلة من عساكا لترجع مرة أخرى. إذن متابعينا الكرام متابعين ليبيا الرياضية، صافرة الحكم عبد الواحد حرويدة تعلن عن انتهاء أحداث المباراة بتفوق فريق الأهلي بنغازي على الأولمبي بهدف مقابل الشيء.